إلى كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض. على الأرض الفلسطينية إلى يومنا هذا دون أي تحرك ودون أي تغيير، وبالتالي منذ ذلك التاريخ إلى الآن والشعب الفلسطيني يعاني من هذا الاحتلال البغيض والعالم يتفرج. إذا أردنا أن نتحدث عن غزة بالذات وعن 7 أكتوبر وهي مرحلة مفصلية حصل فيها اعتداء على مدنيين، وهذا الاعتداء نحن قلنا منذ البداية نرفضه رفضا قاطعا، ومنذ أن وقع هذا الاحتلال أكدنا على أننا كسلطة فلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية نرفض رفضا قاطعا الاعتداء على المدنيين أيا كانت توجهاتهم وأيا كانت انتماءاتهم. وفي نفس الوقت قلنا نحن لابد أن نطالب وبالفور وقف القتال على غزة لأنه مؤذٍ جدا ونعرف نتيجته وإلى أين يصل. المرحلة القضية الأولى هي وقف القتال، والقضية الثانية هي إمداد السكان بالمواد الإنسانية التي يحتاجون إليها في كل قطاع غزة. والنقطة الثالثة هي أننا لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة خارج إطار وطنهم، ويجب أن يبقوا في وطنهم، ويجب أن لا تتكرر مأساة ونكبة عام 1948-1967. هذه الطلبات طلبناها وقلنا لابد في النهاية من حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة من خلال مؤتمر دولي، من خلال نشاط دولي. هذا ما طالبنا به منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. الذي حصل منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا مضى أكثر من 200 يوم. قتل في غزة، أو استغلت إسرائيل فرصة الاعتداء عليها في 7 أكتوبر، وذهبت لتعتدي على أهل غزة بحجة أنها تريد أن تنتقم من حماس، ولكنها في الواقع تنتقم من الشعب الفلسطيني، تقتل المدنيين من الشعب الفلسطيني، وهذا ما حصل إلى الآن. وبالأرقام لقد قامت إسرائيل بقتل 34,000 خلال 200 يوم من أهل غزة، ومعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ الكبار، وجرحت 75,000 جريحا من هؤلاء، بمعنى أنه أصبحت الآن ضحايا إسرائيل في الحرب منذ أكتوبر إلى الآن 110,000 شخص ما بين قتيل وجريح، إضافة إلى ذلك أنها دمرت 75% من قطاع غزة من المباني والمؤسسات والطرق والجوامع والمساجد وغير ذلك. قطاع غزة أصبح شبه مدمر، إذا قلت 75% يعني 75%. وقال بوريل أمين عام لأوروبا قبل يومين فقط، إنما جرى في غزة
لم يجري في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، وقال هذا أشخاص آخرون غيره، واعترفوا أن ما يجري الآن في غزة وفي الضفة الغربية تجاوز ما جرى في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا وغيرها ضد الشعب ضد أوروبا في ذلك الوقت. إذن الوضع في غزة مؤسف للغاية، ولا بد ما دمنا طالبنا من البداية بوقف القتال أن يتوقف، وأن يمد أهل غزة بالمواد الإنسانية، وأن نحذر حذرا شديدا من تهجير 2.2 مليون فلسطيني خارج فلسطين. هذا يعني نكبة جديدة ستحصل على الشعب الفلسطيني. وهنا أقول لكم ما يجري في غزة وما سيجري خلال الأيام القادمة هو ما ستقوم به إسرائيل من اجتياح مدينة رفح، لأن جميع الفلسطينيين من أهل غزة تجمعوا في مدينة رفح، وبقي ضربة صغيرة فقط لكي يخرجوا جميعا خارج إطار هذا، وهنا تحصل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني. نأمل أن تتوقف إسرائيل عن هذا العمل، عن هذا الهجوم، ونناشد أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح، لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة. هذا ما يجري في قطاع غزة. ونحن ماذا نطالب؟ نحن نطالب العالم بهذه الطلبات التي قلتها، ونطالب بأنه ما دام اعترف بفلسطين في عام 2011 كدولة مراقب في الأمم المتحدة، أن يعترف بها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وهنا أناشد كثيرا من الدول وبالذات الدول الأوروبية أن تعترف بدولة فلسطين أسوة باعترافها بدولة إسرائيل. الدولتان نشأتا بقرار واحد، هو القرار 181 في 47. العالم اعترف بإسرائيل ولم يعترف بالدولة الفلسطينية. المطلوب الآن أنه ما دام اعترف بإسرائيل أن يعترف بالدولة الفلسطينية، ثم نتفاوض مع إسرائيل. بعد ذلك نتفاوض مع إسرائيل على الحدود وغير ذلك، ونقول لإسرائيل الحق بالحصول على الأمن الكامل، وهذا واجبنا وحق، ونحن كفلسطينيين حقنا بالحصول على تقرير المصير، على دولة مستقلة أسوة بباقي شعوب العالم. هذه هي باختصار قضية الوضع في قطاع غزة. ينطبق عليه بشكل أو بآخر ما يجري في الضفة الغربية، وأخشى ما أخشى أن إسرائيل بعد أن تنتهي من غزة أن تتجه أيضا إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن. أقول إن مصر والأردن رفضتا رفضا قاطعا ترحيل الفلسطينيين من بلادهم إليها، ولكن إسرائيل تحتاج إلى من يقول لها، إلى من يأمرها، إلى من يتحدث عنها بقوة بأن هذا العمل غير جائز، والجهة الوحيدة القادرة في العالم والتي نحملها المسؤولية هي الولايات المتحدة الأمريكية. وشكرا لك.